وانا صيفيه مثلي نوره. هلا يا عمري بتجيكي كيف تكبريها؟ لا لا تفرجيني ما بدي اياها، رجعها لا تشربها عشان تستفيدوا انتم من هالمدرسه. طيب هيك تكبرتوا يا بتكون تمام تماما. انا شهر 8 94. هاي جايز، هلا ولاء كيفك حبيبتي؟ تامر على ما تريد. ايش؟ يسعد دين الصيف. شاية؟ اه والله والله الدفع عفا يا جماعة، والله الدفع عفا. اه ماشي والله انه الدفع عفا، بس ايش؟ انا الاكزيما مش راضي تروح من ايدي، يا الله ايدي بيوجعوني بتعرفوا، رغم اني بجلي بكفوف وبعدي ماشي على ادويه، بس للاسف لسه ايدي مجرحه وبيوجعوني وبيحرقوني حرق. حتى شوفوا مش عارفه حيبين عندكم ولا لا. كان اول نافع صار بطل ينفع صح؟ الاكزيما ما بتروح بالله عليكي، خلاص بسكت فيها. مش امل ماما بس خلي هتطلع بتشرب، بس انا عارف هتطلع بتشرب، مش لازم اقول لك بس انا عارف. انا عندي كان اشي بشبه الاكس مراح، كنت من كتر الحم الموت شو ايدي. جماعة اشتركوا بالقلب الاورنج، مو ضايل لنا شي بنصير قلب. استنى شو هلا يا جوردان، ارحب. بدها وقت والله يا مريم، صار لي شي شهر بتعالج والله يا عمري. ماما شو في حجمها؟ عندي برقبتي من 6 سنين ما خليتي كريم ولا دكتور. يا رب تروح، يا رب تروح، انا ماليش طولة بال. نعم يا ماما. شوفي شو رشي عليها مرة. شو بنت اختي 10 سنوات ما راحت، ما في علاج ما استخدمته. توكلي على الله يا عمي، بتروح بتروح، بس يمكن بدها وقت بتروح، اكيد بتروح. لانه انا اولادي الاثنين عانوا من اكزيما وراحت صراحة. تامر على ما تريد أمرك وأنا له مطيع. طبعا أنا شو حطيت يا جماعة؟ حطيت دبس رمان وبقدونس مفروم ورب البندورة وملح وفلفل اسود كمون مطحون بهارات 7 بدي احط ايش؟ بدي احط هيل وراح احط شوية زيت.